ورياض كنترول ممتاز يتقدم وجاء دور لهدف شخصي من ستيرلينغ. حاول كثيرا الرحيم في هذه المواجهة بدون نجاح. جيري قادم من المواعيد. هنا الكرة الأولى، كرة من دفاع الثاني والتاسع عشر آخر الترتيب. يمشي رياض محرز يتموسم 86-87. الفار لماذا لم يتدخل؟ الفار لماذا لم يشر للحريري؟ جاي محور الدفاع الجرين ايجلز. يلعب رياض محرز، يلعب الكرة رياض، الدفاع موجود والهدف الأول، التسديد والهدف الأول. 1-0 1-0 عن طريق غوندوغان. 6 دقائق فقط والسيتي متصدر. 6 دقائق كانت كفيلة بتغيير الليدر. 6 دقائق فحسب كانت جديدة بتغيير الحساب. الحسابات تتغير بعد دقائق. غوندوغان يؤكد المعطيات. أعتقد أن السيتي سينتصر في نشاطها وتستأنف صدارتها. وموسم برسريال في بداية عشرية هذه الألفية، و1892 والثالثة في 31 لنادي مانشستر سيتي. اليونايتد 33، سبيرس توتنهام. هذه هي وضعية كرة الصدارة لنا، والكرة ترجع عن طريق الهجوم إلى سيتي. التسديدة كانت من رياض محرز. هو استثنائي واختصاص بالنسبة لبيب غوارديولا ليتألق المرشح الأول الآن في الدوري. تسلل تسلل راية مرفوعة، الهدف ملغي، هدف ملغي. تأخر كثيرا في شو يا مدام، صفر من الأول يا مدام، طلع الراية يا مدام. كم سينتصر مانشستر سيتي؟ هدف الفوق على فكرة. هو اللقاء في اتجاه واحد، مازال الخير بالنسبة للسيتي. الآن 37 هدف. ليستر سيتي مسجل 35، وحاليا فريق الهدف الثالث وينطلق غوندوغان. وغوندوغان ناقص من ريسر 12 مباراة لحد الآن في هذا الموسم. براين روبسون كان تكون نتيجة الضغط وخطيرة. وغوندوغان الهدف الثالث، والهدف الثالث لغوندوغان. 3-0 للمان سيتي. مان سيتي الآن 34 هدف في البريمير ليج. شكله الليلة باش يعدل ليفربول 37، يعني يوصل الستة. ممكن جدا، لا استغرب إذا 3-0 في نصف عدل ذهاب وإياب مع فريق البورو ميدلسبرا البريمير ليج، وحقق اللقب الليغا وحقق. رياض محرز يمشي حلوة، كورة ممتازة ومثلث هجومي ناري من فريق السيتي. 5-0 للمانشستر. وجاء دور لهدف شخصي من ستيرلينغ. حاول كثيرا الرحيم في هذه المواجهة بدون نجاح. مانشستر سيتي الآن حاليا الأمور ماهيش ماشية، الأمور ما تسرش، والفريق نتيجة 5-0 في ساعة لعب. السيتي توريس ولعب الكرة والركنية جديد. هدف سادس جاي مسألة وقت. كانسيلو، جواو، رياض محرز. محرز توجيه اليسرى للدفاع واللي طالب فيها نادي ويست بروم ضربة جزاء. فانوتا يتقدم الهجوم وفيها إعاقة. لا، ماذا يقول الحكم؟ هذه الكرة الأخيرة والتوسيعة من رياض محرز. نادي مانشستر سيتي عالية، تمشي كرة من رياض محرز مرة أخرى والدفاع موجود. يوصل مدى رياض محرز، يلعب رياض، ترجع الكرة في السادس. مازال قلت في هذا من الركنية بالراس وعالية براو. رياض يهرب يتعدى رياض محرز، حاول التوزيع له إلو في العمق، والكرة ممتازة. جابريل جيزوس ضاعت الكرة على رياض محرز. ستيرلينغ حلوة.